قرض بدون فائدة لكل سيدة في برنامج مستورة. بنك ناصر الاجتماعي يعلن عن تقديم قروض بدون فائدة للمرأة المصرية. ما هي قيمة القرض؟ ما الشروط الواجب توافرها؟ تفاصيل كيفية الحصول على هذا القرض، كل التفاصيل نعرضها لحضراتكم من خلال هذه التغطية. أعلن بنك ناصر عن قرض بدون فائدة لمشروعات السيدات يوفره البنك من خلال مشروع تمويل المرأة المصرية، وهو باسم مستورة، والذي من خلاله يتم تمويل المشروعات متناهية الصغر في مصر، وذلك كان لتشجيعهن على العمل والإنتاج. وفي هذا الصدد يقدم بالفعل بنك ناصر الاجتماعي، وهو بنك تابع لوزارة التضامن، قروضا دون أي فوائد للسيدات، وذلك لتأسيس مشروع منتج يحقق لهم الاكتفاء الذاتي والتمكين الاقتصادي، وينقل الأسرة من دائرة العوز إلى دائرة الإنتاج، وفق توجهات الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن، بدعم الأسر خاصة الأولى بالرعاية. وبالفعل تقدم القروض وفق برنامج مستورة، والذي يستهدف السيدات، ويصل الحد الأدنى إلى 4000 جنيه، فيما يصل الحد الأقصى إلى 50000 جنيه، ويمكن لأي سيدة الحصول على القرض، وأيضا ذلك لإنشاء مشروع منتج خاص بها، وذلك بالفعل وفقا لقيمة أو القيمة المحددة، على أن يتم السداد لمدة 24 شهر أي عامين. وبحسب بعض المصادر أو مصدر مسؤول في البنك، فإن القروض تقدم على شكل دعم عيني وليس نقدي، موضحا أن السيدة التي ترغب في الحصول على القرض تقدم للبنك بفكرة مشروعها وآليات تنفيذه، خاصة المشاريع الإنتاجية الحرفية وأسعار المشغولات عند بيعها للعميل، وأيضا دراسة جدوى خاصة بالمشروع. ننتقل مع حضراتكم لمعرفة قيمة القرض بالتفاصيل. وفي حالة استيفاء جميع المتطلبات الخاصة بالحصول على القرض، يمول بنك ناصر المشروع بالقيمة التي يستحقها، ويصل التمويل وفق القرض بحد أقصى ل 50000 جنيه وحد أدنى 4000 جنيه. أوضح المصدر أيضا أن التمويل يكون في صورة شراء جميع المواد الخام الخاصة بالمشروع، وذلك لتنفيذه على أرض الواقع. نوه المصدر إلى أن القرض دون فوائد يتضمن فقط مصاريف إدارية قيمتها 7% تطبق على العاملين عامين فقط، وذلك فترة السداد، أي أن القرض الذي يصل قيمته ل 50000 جنيه يتم سداده 57000 جنيه بعد إضافة المصاريف الإدارية. تستهدف أيضا تلك القروض من بنك ناصر الاجتماعي تمويل المشروعات التي تدخل في نطاق عمل السيدات المصرية، والتي تتنوع بين مشروعات الإنتاج الحيواني والتجاري والخدمي والصناعي، وأيضا المشروعات المنزلية. جدير بالذكر أن تمويل المرأة المصرية لاقى نجاحا كبيرا في العديد من المحافظات، وقد تم الوصول به إلى المناطق النائية التي لم تصل إليها أيادي تمويل المشروعات من قبل، كحلايب وشلاتين وأبو الرماد والمناطق النائية في صعيد مصر. ووصل إجمالي التمويلات التي منحها بنك ناصر للمشروعات الصغيرة عبر برنامج مستورة لدعم المرأة المصرية العاملة نحو 14 مليار جنيه، طبقا لآخر حصر أجرته وزارة التضامن الاجتماعي، حسب ما أعلنت ميرفت صابرين مساعدة الوزيرة في بداية العام الجاري. نستعرض مع حضراتكم كيفية الحصول على القرض في برنامج مستورة بدون فوائد. وتتوجه السيدات لبنك ناصر الاجتماعي وتقدم طلب الحصول على قرض مستورة. أيضا يشترط ألا يقل عمر السيدة طالبة التموين عن 21 عام، وأيضا ألا يتجاوز عمرها 60 عام، أن يكون أيضا المشروع متناهي الصغر في إطار الإنتاج الحيواني والتجاري والخدمي والصناعي ومشروعات المنازل، أيضا أن تكون هناك دراسة جدوى مكتوبة لذلك المشروع، وأن تقدم السيدة الطالبة للتمويل رقما قوميا ساريا، وأن يكون هناك ضامن للقرض أيضا. سابعا أن يكون لدى المقترضة رقم تأميني، ولها أيضا ولها وللضمان، أيضا أن تحمل المقترضة إيصال مرافق حديث لمحل الإقامة والمشروع، وأيضا أن يكون لدى المقترضة عقد إيجار أو تمليك لمحل الإقامة وأيضا المشروع. نرصد لكم شروط قرض بنك ناصر الاجتماعي للسيدات، والتي جاءت كالتالي: أولا أن تكون السيدة طالبة تمويل مصرية الجنسية، وأن يتراوح عمرها ما بين 21 و 60 عام، وأن تكون المقترضة
حسنة السمعة عند الاستعلام الميداني لموظفي البنك عنها، وأن تحمل بطاقة الرقم القومي ثرية مطابقة لمحل إقامتها. أخيرا نرصد لحضراتكم تفاصيل قرض بنك ناصر للسيدات، والتي جاءت قيمة القرض تتراوح بين 4000 و 50000 جنيه، وتبدأ مدة التمويل من سنة وحد سنتين حتى سنتين بحد أقصى، وليس هناك عوائد أو فائدة على القرض. ويتميز القرض بأن مصروفاته الإدارية بسيطة للغاية. إلى هنا مشاهدينا الكرام تنتهي هذه التغطية. لمزيد من المتابعات والأخبار تابعونا على موقع صدى البلد. نشكركم على طيب المتابعة، إلى اللقاء.